وطرف اليعين، ولا يشترط أن يكون الغسل هذا ويصلي به فغير أن ينتقض الوضوء ولا دليل عليه. نرجو شاكرين أن تأجلوا الدروس بعد العيد إلى آخر العيد حتى يتسنى لنا الوضوء، لأن العيد الكبير لأنه العيد الكبير ونرغب في أن تكون الإجازة الطويلة ولا نريد أن تفوتنا الدروس. هذا العمل على التصويت. من قال يشتي إلى عاشر العيد يرفع يده. من قال يشتي يوم الاثنين يرفع يده. هيا نقصي الشعب الأكثر. كيف تكسب الأضحية والفقراء المساكين منها شيء؟ نعم، يأكل بعضها ويتخذ بعضها في الثلاجة ويقسم بعضها، هذا هو الوارد في كتب الحديث. قال ذكرت من التكبيرة ضرورة تكبيرة فعل فعدت معها تكبيرة الإحرام وتكبيرة النقل له. وكذلك في الأضحية ماشي تكبيرة الإحرام مشي داخل كثير مع الثامنة. هل واجب حضور خطبة العيد أم تكفي الصلاة؟ عاد الخلاف، نسينا ما نقول لكم. اختلف العلماء في صلاة العيدين، هل هي واجبة أو سنة؟ قال في الأذهان باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف. الظاهر ما ذهب إليه الهادي والشوكاني أن صلاة العيدين واجبة، وقال الشافعية أنها مسنونة، والصحيح أنها واجبة. قال الشافعية لأنها لم ترد في حديث خمس صلوات كتب الله في اليوم والليلة، والصحيح أنها ثابتة في أدلة آخر، والمثبت مقدم على الناقل، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد وردت ثلاثة أدلة. الدليل الأول فصل لربك والحر. قال بعضهم صلي صلاة العيدين والحر الأضحية، وقال بعضهم المراد صلي لربك لا للأسرار، وانحر لربك لا للأسرار، وقيل صلي لربك وضع يديك تحت نحريك دون. حديث ثاني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلي وآمر الناس بأن يخرجوا والأمر يقتضي الوجوب، حتى أمر النساء أن تخرج، وتخرج النساء الحيض يشهدن اجتماع المسلمين ودعائهم، والأمر يقتضي الوجوب ولا سيما وأنه قد أمر النساء الحيض. الدليل الثالث أنه إذا صلى في يوم جمعة فمن قد صلى العيد سقط عنه صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة واجبة، وما يسقط الواجب إلا واجب مثله. كل الخالص ما حكم الجهاد في العراق في هذه الأيام؟ قد بدعوا سرت ما قد بدعوا شيء ولا قد بدعوا سرت. إذا أرادت إحدى أقاربي حتى الأقارب اللي أسلم عليه مكرر من وافق تعبين وتعبين الملائكة وفر لو ما تقدم من ذنب. هل هذا حديث؟ نعم وألف نعم حديث. بارك الله فيك. اذكروا لنا أحكام الأضحية فيما يخص سنتها ومندوباتها. السنة أن تكون جذع من الضأن أو ثني من البعث، إما كبش ابن سنة أو تيس ابن سنة، هل يعتبر من الإمام الذي يجب من الأيام من الأرحام التي يجب ثلاثة بنت العمة والعم وبنت الخال والخاله؟ نعم. قال هل صلاة النساء للعيدين في المصلى أفضل أم في بيتها؟ الظاهر صلاتها في بيتها أفضل، أي مع فوضى وكلام وأعظم منه. هذا أما الخروج، لكن قالت عائشة لو عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث الناس في أيام عائشة
ما أحدثوا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. وعادوا أيامة عائشة وعادوا الكروب قال أولاد كيف أيامة السطريك وأيامة التلفزيون وأيامة أي بعد كلام تشتي تخرج من بلد خلاص أنا بس في خارج خارج سوريا في الأردن ما عندنا على ذلك الله لا يورسوه بالناس لا يقع كلام لا أعطف له مر في أول الثورة عرض ثلاثة المصنع في سيارة بعرضي فوق سيارة الأكبة مشرشبة حارب ما بدأني من عند خزيمة العراضة كانت من عند خزيمة لا عند لا عند شارع علي عبد المغني والتحديد وهم ورسوا بهم كاتبات فوق السيارات فوق الباصات وأيضا مشرشبات ومغطيات ما سمعنا إلا الوريش من باب خزيمة إلا شارع علي عبد المغني هيا قال يا شيخ الذين رفعوا التصويت اليوم الاثنين هم الذين شاكن في زرع اما نحن فقط يفوتنا الدروس ونحن في البلاد ونرجو تاخيره نشتي يصوتوا ولو الذي جالس في زرع لاجل نلت على هذا الذي يشتي يوم الاثنين يرفع يده هذا جالس في صنعاء وهذا جالس في صنعاء وهذا في صنعاء وهذا كلهم جالس في صنعاء أنا داري أنهم هذا ساكن في صنعاء خلاص ما قلت وقع ما أدري اللي متكلم شراكة صلاة العيد وما بين صلاة الجمعة وبحث آخر عن مسألة المسألة الثانية مسألة تكبيرات العيدين هل تكون في أول الركعة أو لا في آخر الركعة فذهب الجمهور إلى أنهم يكبروا ويجعلون القراءة متأخرة ومذهب العتاوية على العكس وقلنا أن في كتب السنة أن التكبيرات متقدمة وقلنا في كتب السنة أن القراءة تكون متأخرة في كتب الزيدية العتاوية متقدمة وقلنا أن الزيدية العتاوية معتمدين على ما في كتبهم أما في كتب أهل السنة فلا يوجد حديث يدل على أن القراءة قبل التكبيرة لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف وقلنا أن في المذهب الهادوي يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا في مذهب أهل السنة لا يأتي بهذا لأنه لم يأتي الحديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف وإنما هو رواية عن ابن مسعود وأيضا تكلمنا في صلاة الكسوف وقلنا أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث متعارضة بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد وهذا هو الذي عمل به الحنفية والثاني أنها في كل ركعة ركوعين وهذا هو الذي ذهب إليه الشافعية وكان في بعض الروايات ثلاث ركوعات في بعض الروايات أربع ركوعات في كل ركعة في بعض الروايات خمس ركوعات في كل ركعة وقلنا أن الصحيح عند المحققين وهو حسب الشافعي أنه ركعتين في كل ركعة ركوعين فقط لا
لأن هذا الصحيح الذي ولدت في صحيح البخاري ومسلم وبغيرها إنما ولدت السنن، والقاعدة أنه إذا تعارض حديثين الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أرجح من الأحاديث التي خارج البخاري ومسلم. وقلنا لكم إنما رجعنا إلى الترجيح لأن القسم واحد ولكن اختلفت الروايات، فاضطرينا أن نعمل بالترجيح. فرجح الشافعية ما في البخاري ومسلم، ورجح الهادوية الخمسة المرفوعة لأنه زايد، والعمل بالزايد أفضل من العمل بالناقص، بخلاف في صلاة الخوف. في صلاة الخوف قلنا الكل جائز ولا تعرض ثياب علي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف عدة مرات في عدة غزوات، فالكل جائز لأنه لا تعرض في فعله صلى الله عليه وسلم. أما في صلاة الكسوف فلم يصليها إلا مرة واحدة حينما مات ابنه إبراهيم سلام عاجله في شهر المحرم، فلهذا رجعنا إلى الترجيح. والآن ورقه جد تدي أدلة الهادوية، ولكنه هذا قد لبحت بسرعة، فإذا ما بينقل إلا من مجموع سيد بن علي ومن تجريد المؤيد بالله ومن كتاب الاعتصام للإمام القاسم بن محمد ومن كتاب الإمام الهادي يحيى بن الحسين المسمى كتاب الأحكام، وأيضا نقل من كتاب الإنصار الجامع لمذاهب علماء الأنصار للإمام يحيى بن حمزة وغيره. وأنا الذي بين كلكم مدة يومين بين كلكم أنهم ما بش دليل على ما قال الهادوية من كتب السنة، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والوطأ مالك وسنن البياقي وسنن الدارقطني وغيرها. هذا الذي بيعتمد عليها في كتب الحديث في ليلة الأوطار في فتح الغفار في سبل السلام في ملتقى الأخبار في غير الجامع الصغير في غيره. وهذا كما أما هذا فنحن عارفين أنها واردة في مجموع الإمام زيد بن علي، وقد قرأناها في المجموع وقرأناها في كتاب التجريد للمؤيد بالله وقرأناها في كتاب الأحكام للإمام الهادي وقرأناها في كتاب البحر الزخان في تخريج ابن بهران وغير ذلك، لكن ما بش لها أثر. هذه قصته مثل قصات حيا على خير العمل، فحيا على خير العمل في الأذان وفي الإقامة موجودة في أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي وفي مجموع الإمام زيد بن علي وفي كتاب التجريد للمؤيد بالله وفي كتاب الأحكام للإمام الهادي وفي كتاب أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان وفي شفاء الإمام الأمير الحسين وفي الإنصار وفي البحر الزخان وفي الإنصار وغيره، لكن ما لقيوهاش لا في البخاري ولا في مسلم ولا في سنن أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا الطارقطني ولا البيهقي ولا موطأ أحمد ولا غيره من كتب الحديث الذي ينقل منها المتأخرون مثل فتح الغفار ومنتقى الأخبار وبلوغ المرام والجامع الصغير والجامع الكبير وغيره. وأيضا مثل ما التكبيرات خلف كل صلاة من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا مش موجود في كتب الله في كتب السنة لا في الأمهات الست ولا في غيرها، بل الموجود في كتب السنة أن التكبير مشروط في جميع الأوقات من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أي وقت كان. أما المذهب الهادوي فإنه يخصها
عقيب الفرض كان في الأزهار وتكبير التشريع سنة مؤكدة عقيب كل فرض من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريع ويستحب عقيب النوافل. هكذا قال في الأزهار. قال فصيل الجرار هذا المسألة لم يرد عليها دليل لا من في البخاري ومسلم ولا في غير من كتب السنة المطهرة، لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وإنما الوارد التكبير في هذه الأيام دائما وأبدا لا عقيب الصلوات. المشروع في عقيب الصلوات أن يؤتوا بالتكبير والتحميد والتهليل وغيرها من وآية الكرسي وغيرها من المشروع في كتب الآثار. وبعده راجعنا كتب الزيدية فوجدنا في أماني الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي الذي جمعها محمد بن منصور قال فيها حدثني زيد بن علي على أبي عن جدي عن فلان عن علي بن أبي طالب قال تكبير التشريق سنة مؤكدة عقيب كل فرض من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. قال هكذا في أبالي أحمد بن عيسى من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والعاتوية عندهم أن أمالي أحمد بن عيسى مثل البخاري ومسلم عند أهل السنة، بل يسمه بخاري أهل البيت، وعندهم أن كلام علي بن أبي طالب حجة مثل الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الأزهار عمل بموجب أصوله، وهو أنه ورد في أبالي أحمد بن عيسى عن الإمام علي بن أبي طالب موقوفا، والشوكاني في سيد الجرار عمل على أصوله، وهو أن الأحاديث المعترف فيها ما كان بسند صحيح يرويها العدل الضابط عن مثل متصل السند غير معلل المناشات، وأن في كتب الأبهات الصدق، وأن يكون مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا هم يمفيه على أصوله الشوكاني والإمام المهدي بأجيب على أصوله. كذلك في باب صلاة العيدين صاحب الأزهار بدا على أصوله على ما ورد في مجموع زيد بن علي، وعلى ما ورد في الأمالي وفي الأحكام وفي التجريد وفي غيره. والشوكاني في السيد الجرار بدا على ما في كتب السنة. في هذا القصة مثل قصة حيا على خير العمل، فمن اطلع على مجموع زيد بن علي وعلى ما قاله المؤلف الروض النظيم وعلى ما قاله المؤلف التجريد يخرج منه لأنها مشروعة. ولكن من طالع في كتب السن كله لا يجد فيها أصل، فمن أنكرها فهو على أصله، ومن اعترف بها فهو على أصله. قال أدلة لها قوية على أن التكبير في صلاة العيدين بعد القراءة. قال في مجموع زيد بن علي حدثني زيد بن علي عن أبي عن جده عن علي عليه السلام أنه كان يصلي بالناس في الفجر والأضحى ركعتين، يبدأ ثم يكبر ثم يقرأ، ثم يكبر خمسان، ثم يكبر أخرى بركعتها، ثم يقوم بالثاني فيقرأ، ثم يكبر أربعا، ثم يكبر أخرى بركعتها، فذلك إذا عشر ذكي، وكان يكبر بالقراءة، وكان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. هذا حديث في مجموع زيد بن علي، ومجموع زيد بن علي عند الزيدي متلقاه بالقبول، يؤمنوا بجميع يقولوا هكذا أنه متلقاه، ويعاملوا معاملة الأمهات الست أو معاملة البخاري ومسلم. ولكن الهادوي أنفسهم يخالفون، يعملون في بعض المسائل ويخالفون. وقد حصلنا مرة
فوجدنا نحو 60 مسألة هي في مجموع الإمام زيد بن علي ومخالفة لما في متن الأزهار. وفي كتب الهاتوية نحو 60 مسألة فقهية مخالفة لما في مجموع زيد بن علي. هيا هذا عند الزيدي الصحيح، لأن رتبة مجموع زيد بن علي مثل رتبة البخاري ومسلم عند أهل السنة، كما أن كلام علي بن أبي طالب حتى عندهم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنقنع كل هاتوي وكل زيدي نقنعه بما جاء في المجموع، لكن الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والظاهري لا يعرف هذا الكتب ولا يعترف بها، ومن عرفها يقول هي من رواية أبو خالد الواسطي ومن رواية تلميذ أبي خالد الواسطي الزبرقان، وقالوا أبو خالد الواسطي غير ثقة وقالوا الزبرقان غير ثقة. هذا في الروضة النظيرة هكذا في مجموع زيد بن علي تعرف به، لكن أهل السنة كلهم لا يعترفون ولا يعرفون، ومن عرفه يرد بأنه مردود، لأن الراوي عن زيد بن علي ثقة وأبو زيد العابدين ثقة وجده الحسين بن علي ثقة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصحابي المعروف، لكن يقول العلم من عند السند، السند الذي روى عن الشبتكات عند أهل السنة وعند المحدثين. المشكلات كما أن هناك صحيفة تسمى صحيفة علي بن موسى الرضا، ما يرويه علي بن موسى الرضا عن أبيه علي الرضا عن أبيه عن جده الكاظم عن موسى الكاظم ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أهل الحديث جرحوا هذه الصحيفة، لا لأن علي بن موسى الرضا غير ثقة، ولا لأن زين العابدين غير ثقة، ولا أن جعفر الصادق أو محمد الباقر أو موسى الكاظم غير ثقة، لكن قالوا الذي روى عنهم كذابين والضاعين. فالخلاف هو في أصول الحديث، ونتج عن الخلاف في البلوغ وفي شرع التجريد للمؤيد بن أحمد بن الحسين بن هارون عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد قال سمعت يقول كان علي عليه السلام يكبر بالعيدين كليهما إذ العشر الكبير يقرأ أم القرآن وسورة ثم يكبر سبعا يركع بأهل النار ثم يقول يقرأ بأم القرآن وسورة ثم يكبر خمسا يركع بآخرهن. نعم هذا بالتجريد هكذا، ولكن قد تلقاه الزيدي بالقبول، لكن هذا من كان حنفيا أو شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو ظاهريا أو مجتهدا على أي صفة كان سيقول هذا من رواية جعفر الصادق ابن محمد الباكر عن علي بن أبي طالب. وجعفر الصادق هذا عاش في القرن الثاني أيام الدولة العباسية، وعلي بن أبي طالب كان قد انتقل إلى رحمة الله في سنة 40 من الهجرة، وتولى بني أمية 92 سنة، ثم جاءت دولة بني العباس. جعفر الصادق هو في أيام بني العباس. الحديث عندهم مقتضى أين جعفر الصادق ابن محمد الباكر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب من جده الأعلى علي ابن أبي طالب؟ فالحديث لا يعترفون بهذا الحديث، لأن عندهم الحديث الصحيح هو ما رواه الحذر الضابط عن مثله متصل السند. وإذا انتضع شرط من شروط صحة الحديث
فالحديث يكون ضعيف. تعالى نقرا عن الاعتصام للامام القاسم بن محمد، وقال وهو في اصول الاحكام. نعم، في اصول الاحكام هكذا، وفي شفاء الامير الحسين، وفي غير من، وفي الانتصار، وفي غيره من كتب الزيديه. قلت وقد راجع في الاحكام للهادي والاعتصام للامام القاسم بن محمد، والروض النظير للسياري، والأنوار في أدلة الأزهار للآنسي، ولم يذكروا رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أن أهل السنة كلهم يخالفوا هذا المذهب. وقال صاحب البحث: ومحل التكبير بعد القراءة فيه منهما لفعل علي عليه السلام، ولرواية عبد الله بن عمر، هكذا في البحر أيضا. فقد قرأنا في البحر وسمعنا ما قاله ابن بهر في التخريج، وسمعنا ما قاله المقبلي في المنار حاشية البحر الزخار. قال ابن بهر في تخريج البحر: لعل نسبة هذه الزيادة إلى ابن عمر من سهو القلم أو نحوه، ورفع لأن حديث ابن عمر ثاني، ولفظه بالانتصار والإمام يحيى بن حمزة. والحجة على هذا ما رواه عبد الله ابن عمرو بن العاص، هذه الرواية إلى ابن عمر، مشي إلى ابن عمر، سعد الورقي صلحها إلى ابن عمرو، مشوا إلى ابن عمر، إلى ابن عمرو بن العاص الذي في كتب السنة هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. وجدت هذا عبد الله بن عمرو بن العاص لا عبد الله بن عمر، الضبط هذا غير صحيح، مرتين ضبطه. قالت هذا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر سبعا بالأولى وخمسا بالثانية، والقراءة بعدهما كلاهما انتهى. وقد ضرب على لفظة بعدهما وجعل في الحاشية ما معنى ضرب فعل هكذا. عندنا نقول استمن، انتم تقولوا اكس، المثقفين الاذكياء الجداد يقولوا اكس، والبلداء الاولين يقولوا ضرب مستمن، لان مستمن هكذا، كان الريال هكذا، سال الف نص الريال هكذا، خط هكذا، ربع الريال هكذا، ربع الريال هكذا، ثمن الريال مثل ما الهمزه، نصف الثمن هكذا. هذا اصطلاح الاولين في كتبتهم. وقد ضرب على لفظة بعدهما وجعل في الحاشي قبلهما والله اعلم. وقال الشوكاني في النيل أهل القول الأول، واحتج أهل القول العاشر الهادوية بما ذكره في البحر من أن ذلك ثابت من رواية لابن عمر، وثابت من فعل علي عليه السلام، ولا أدري ما هذه الرواية التي عن ابن عمر. وقد ذكر بالانتصار الدليل على هذا القول، فقال والحج على باب أنواع عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، أقرا قبلهما كلاما، وهو عكس روايته ذكرها المصنف عنه، وذكر عليه في ضلالها فاصحاب الانتصار على ذلك عهد من أهل هذا الشعر، فإني لم أجب على شيء من ذلك، وأن الثابت في أصل الانتصار لفظات بعدهما مكان قبلهما. النسخة التي اعتمد عليها الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في الأزهار هي نسخة قرط من كتاب الانتصار للإمام يحيى بن حجة، أما النسخة الصحيحة من كتاب الانتصار فهو قول القراءة قبلهما، ولهذا شكك الناس المسوى فوقه هذا ضربة المسلمين هذا، لأن النسخة هذه مشكلة مخالفة للنسخة الأخرى. ولكنه ودعا اللفظتين على راس في حاجب رد، قال فلا بخالف حينئذ.
وجوا على هذا فحواك الانتصار وهذه كل هذه كتب العديد من الكرام بعد التكبير وعليه فلا توجد روايه مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم هي ان القراءة قبل التكبير في صلاة العيد ولهذا رجع صاحب الروضة تدير ان القراءة بعد التكبير حيث قال بعد السوء في حديث في واجد الليثي وعائشة الزاري تدير من قالت القراءة بعد التكبير من ركعتين وهو مذهب الشافعي ومالك وجمهور العلماء وهو رواية عامر بن شعيب بن المشاري لإنسابك وأولده البيهقي في سننه ما يدل على وأولده البيهقي في سننه ما يدل على ذلك من حديث كثير بن عبد الله على أبي عن جده كثير بن عبد الله على أبي جده ضعيف كثير لكن الترمذي شحله بعض الأحاديث من حديث مثل حديث الصلح الصلح ماضٍ بين صاحب بين المسلمين جائز إلا الصلح يحرم الحلال أو يحرم الحرام فليس بصحيح قال حسن صحيح لكن له شواهد وإلا حديث ضعيف قال كثير بن عبد الله نبي عن جده ومن حديث عائشة وسعد القرض ومن فعل أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وذهب الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب إلى تكبيره بل قراءة التكبير عمل بظاهر الرواية السابقة في حديث الرسول وبارع المؤيد بالله في شرع التجري وقد قال يا موقوف على أمير المؤمنين وفي حجة الأول زيادة الرفوع يا أولى بالترجيح والله أعلم الروض النظيف وكتبه إبراهيم قيس هذا لا كل ليلة الأوطان والروض النظير ومجموع زيد بن علي والاعتصام وهذه هو الأباني الإمام أحمد بن عيسى ووصول الأحكام وشفاء الأمير الحسين هذا كل متحدات كل وعلي كل في موضوع واحد لكن الأصل الذي يرجل عليه مالك الدين ما هو قال فهذا الذي شاهده صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكتب وخطبتها وقد روي عنه أنه صلى على صفات أخر منها كل ركعة بثلاث ركوع ومنها كل ركعة بأربع ركوع ومنها أنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد مثل صلاة الفجر ولكن جبار هذا مذهب الحنفية ولكن جبار الأئمة لا يشعرون ذلك الإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا قال الشافعي وقد سأله سائل فقال روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركعات في كل ركعة أي بثلاث ركوع في كل ركعة قال الشافعي فقلت له أتقول به أنت قال لا ولكن لما لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم يعني حديث الركعة في الركعة فقلت هو من وجه المنقطع ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد ووجه نرى والله على غلطا قال البياجي على ذو المنقطع قول عبيد بن عبيد نذني من وسط قال عطا حسبته يريد عائشة قال عديد وبي فركع في كل ركعة صلاة ركوعة وأربع سجدا وقال قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عنها ست ركعات في أربع سجدات فأعطى إنما أسرته عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين لم يكن ذلك محفوظا عن عائشة قد ثبت عن عروة وعبرة عن عائشة خلافه عروة وعبرة أخص بعائشة لأن عبرة قد كانت صديقتها تروي عنها دائما وعروة ابن الزبير هي خالة أخت أمه لأن عروة ابن الزبير أم أسماء بنت أبي بكر وعائشة هي بنت أبي بكر فهو يروي عن خالته بلا حجاب وألزم له من عبيد بن عمير وهما اثنان فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة قال وأما الذي يرى الشافعي غلطا بعده حديث عطاء عن جابر إن كذبت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إن من كذبت الشمس لموت إبراهيم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان
نبي مرسل من عند الله ولم يكن ملكا، لم يكن ملكا ولا زعيما. لو كان ملكا، لو كان ملكا او زعيما انه يعتبر هذا التعاين ويروجها، لان الملوك يخلطون التعاين. لكن هذا ليس بملك، مع انها تعاين النائب، لكنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فلم يكن لهم، ولكنهم قال لهم انها ايه من ايات الله، يخوف الله بها عباده. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس 6 ركعات في 4 سجدات على الحديث. قال البياقي من نظر في قصه هذا الحديث وحديث وقصه حديث ابي الزبير علم انه ما قصه واحد، وان الصلاه يخبر عنها انما فعل امر واحد، وذلك في يوم توفى ابنه ابراهيم في السنه العاشره من الهجره، في اليوم العاشر من شهر محرم من السنه العاشره من الهجره. مثل ما اختلفوا هل حج النبي كرام او افراد او تبتع، مع انه لم يحج الا من واحد. قال اسبا ودعا الصلاه بين عبد الملك يعني ابن ابي سليمة على عطاء عن جابر، وبين هشام الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر في عدد الركوع في كل ركعه. فوجدنا روايه هشام اولى يعني ان في كل ركعه ركوعين فقط، لكون مع ابي الزبير احفظ من عبد الملك، والوافقه روايه في عدد الركوع روايه عمرو وعروة عن عائشه، ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس، ورواية ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو، ورواية يحيى بن سليم وغيره. وقد خولف عبد الملك في روايته عن عطاء، فرواه ابن جريج وقتاده عن عطاء عن عبيد بن عبيد 6 ركعات في 4 سجدات. ورواية حجار على ابن زبير عن جابر الذي لم يقع في القران ويوافق عدد كثير او لا. من رواية عطاء اللتين انما سرد إشراد عن باب التواب، والأخرى يتورط به يتبرز بها عن عبد الملك بن أبي سلمة الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث سبق أن الروايات صحيحة هي التي رواها البخاري ومسلم. قال وأما حديث حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بيكسوف فقرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم سجد. قال والاخرى بصلاه رواه مسلم في صحيحه، وهو ما تمرد به حبيب ابن ابي ثابت وحبيب، وان كان ثقه فكان يدلس. ولم يبين في سبع من طاووس واسماعيل حمله على حمله عن غير موضوع به، وكان في رفعه وبدره سليمان البكتي الاعور. فروى عن طاووس عن ابن عباس من فعله 3 ركعات في ركعه، وقد خلف سليمان ايضا بعدد الركوع، فروى جماعة ابن عباس من فعله كما روى عطاء بن يسار وغير عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل ركعة ركوعا. قال وقد عرض محمد بن اسماعيل البخاري عن هذه الرواية الثلاث، ولم يخرج شيئا من أبي سعيد مخالفة ما هو أصح سنادا وأكثر عددا وأوثق رجالا. وقال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال البياقي وروي عن حذيفة مرفوعا 4 ركعات في كل ركعة وإسناده ضعيف، وروي عن أبي بن كعب مرفوعا 5 ركعات أي 5 ركوعات 5 ركوعات في كل ركعة. هذا الرواية هي التي عمل بها الحاذوية، فتراهم إذا صلوا صلاة الكسوف يصلوا في كل ركعة 5 ركوعات. وصاحب الصحيح لم يعد الجواب مثل إسناد حديثه. قال وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الرواية في عدة الركعة، وحملوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا. لم تكسب الجماعة الشمس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وأن الجميع جاهز. فممن ذهب إليه إسحاق بن راهوي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي
وابو سليمان الخطابي واستعسر ابن المنذر والذي ذهب الى البخاري والشافعي من ترجيح الاخبار اولى بما ذكرنا من رجوع الاخبار الى حكايه صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفائه ابنه. قلت والمنصوص على احمد ايضا اخذوا بحديث عائشه وبعده في كل ركعه القران وسجوده. قال في روايه المروزي واذهب الى ان صلاه الرسول اربع ركعات واربع سجدات في كل ركعه ركعتان وسجدتان. واذهب الى حديث عائشه اكثر الاحاديث على هذا. وهذا اختيار ابي بكر وقدماء الاصحاب وهو اختيار شيخنا ابي العباس بن تيميه وكان يضعف كل ما خالفه من الاحاديث ويقول يا غلط وانما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مره واحده يوم مات ابنه ابراهيم والله اعلم. وامر صلى الله عليه وسلم بالكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بعباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا واذكروا الله وادعوا وتصدقوا واعجزوا واستغفروا. وجاء زياده في شفاء الامير الحسين واقرأوا القران. الى ماذا يقرا في الركوعين الذي في ركعتي صلاة الكسوف وهل تعاد الفاتحة عند الركوع؟ نعم تعاد الفاتحة عند الركوع والسجود ما بين الركوع الأول والركوع الثاني ويأتيك أي سورة كانت. قال هل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. المعنى في التفسير أن الله أمر أن تكون رسلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. هذا التفسير غير ذلك من نقلت هذا من كتب الجعفرية. الآية المكية ما توفاك بشلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا حدود ولا أي شيء. الآية المكية والمكي ما قد بديش في المسائل المساعدة ومسائل الاعتقاد. أحد الخطباء أتى بحديث أنه سيلتحم الجيش الإسلامي والكفري في مدينة البصرة والعراق وينزل نجم من السماء يقضي على هو الكافر والمسلم الكل ولا ينسجم الا من كان متمسكا بالكتاب والسنه. فعلى هذا الحديث صحيح الله اعلم. انا لا استطيع اقول لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف لانه يحتاج من قال هكذا يقول هذا الحديث في البخاري هذا الحديث في الطارق الدني هذا الحديث رجعوا بن مردوي هذا الحديث رجعوا كذا. شو لازم قاله حتى اكثروا من المسلمين والكافرين في البصره. ما كبش بصره في ايام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ما كانت مدينه البصره ولا مدينه الكوفه ولا مدينه بغداد ولا مدينه القاهره. كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من البصرة؟ البصرة ما عملوها واختطوها وكذلك الكوفة إلا في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبغداد لم يختطوها إلا بعد 150 سنة من الهجرة.
في أيام أبو جعفر المنصور الثاني من خلفاء بن العباس. كيف تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تكلم إلا من صنعاء، ما تكلمش من هذا المضروب على كانت معروفة. هل كل ما ولد فيك كبر هذا الزيدي وليس الوالد في الأمهات الست؟ غير صحيح، غير صحيح عند أهل السنة. أما عند الزيدية فهم تركتها بالقبول. كم نسبة العهد ضعيف فيها بالي أحمد بن عيسى، أبالي أحمد بن عيسى بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة، بعضها لها شواهد في كتب السنة وبعضها ما لقيناش لها شواهد. لو تفضلتم يا قاضي محمد تظهرنا في مسألة كتب الشيعة المعتمدة مثل الكافل، هذا كتب الزيدية أو أبالي أحمد بن عيسى، أين الكافل وأين أحمد بن عيسى؟ ما هو الفرق؟ أبالي أحمد بن عيسى في كتب الزيدية الحديثية، في الكتب الحديث، والكافل في علم أصول الفقه، الكافل في علم أصول الفقه مثل ما علم أصول الفقه عند الحنفي والشافعي وغيره. من استنكر كان الواقع. أنا قريت مثل الكافل وشرحه لابن لقمة وقريت المثل والشرح، وقريت الطبري شرح الطبري على كافل ابن لقمة على كافل ابن بهرة، شرح كتاب الغاية وشرح الغاية. هذا لا في علم أصول الفقه متقاربة مذهب الحنفية ومذهب الشافعية والزيدي متقاربات، فمن قرأ الغاية فكأنه قد قرأ العضد. وهذا مال أحمد بن عيسى في الأثر، بعض الشواهد وبعض ليس المثل. هل تتبع على هذه الموجودة؟ هل تتبع على هذه الموجودة أحد من أهل الجرح والتعديل أو أحد من علماء اليمن؟ ما تتبعوها. هذا مش التعليم لا، وهذا ما تتبعوهاش، لكن الآخرين تتبعوا كتب الفقه المستنبطة من مجموع زيد بن علي وأبالي أحمد بن عيسى، مثل الشوكاني والأمير ونحو هذه العهد من تلك الكتب، وحكم عليها نعم استدراكا، ما تتبعوش على كل حديث، لكن يستدردوها. إذا تقدم إماما تقدم فعل ماضي وإماما مفعول به، أين الواعد؟ إذا تقدم إمام تقدم فعل ماضي وإمام الفاعل، المثقفين ينسبوا الفاعل. إذا تقدم إماما يصلي العيد ويريد أن يعمل بالسنة فهل يكبرها قبل القراءة سرا أم جهرا؟ لأنه حصل إشكال وكذا طويل. يصلي بهم على مذهبه ويقول لهم سأصلي بكم على الصلاة الفلاني، حبوا تتابعوني تابعتوني، ما تحبوا شفتوا لكم رجل آخر يصلي بكم على ما تريدوا. هكذا لا يتقارعوا في المسجد أبدا، مثل ما في مسجدنا. خرج السيد شرف إمام المسجد قبل 10 سنين حينما كشفت الشمس، قلت لك كيف تصلي بنا؟ قال ركعتين في كل ركعة 5 ركعات. قلنا ما دام انت امام ما نشك العصا نصلي على هذا الصلاه 5 ركعات في كل ركعتين. قلنا للمصلي اي صلي ركعتين في كل ركعه 5 ركعات. وافقين مش موافقين شفتوا مسجد ثاني لا تقارعوا، استغفر الله ما تنجل الشمس مش تتقارعوا. والعوام يدخلوا في المساله وياه. قال وأنت لو صليبهم كيف تفعل؟ قلت أنا لو صليبهم سأقول لهم سأصلي ركعتين في كل ركعة ركوعين، لكن سأقول لهم صلوا ماشي مقرع سيرسلوكم من يصلي بكم، لا تقالوا عشبة الصلاة ولا كتبوا واحد على ما اشتيتم. قال ما رأيكم أصلي ركعتين في كل ركعة ركوعين؟ خلاص تم هنا. قلنا أي صلي ركعتين في كل ركعة ركوعين، وافقين ما بيشوفوا. قالوا صلى منتظر استغفر الله جلسوا بحسب هذا المصالحة في المسجد لا ينبغي. يا قاضي محمد هل جعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أم لا؟ وما هو التالي؟ النبي جهل في صلاة الكسوف.
فما ذاك رأى النبي في كسوف الشمس. ماذا قرأ النبي؟ كسوف الشمس مثل واحد في حياته خالص القمر مكمل له. روي أن القمر كسفت في كسوف السيارة، لكن ما ذكرش أن النبي صلى الله عليه وسلم كسوف حينما كسفت القمر، لأنه في أول الهجرة مذكور في كتب السيارة، مش مذكور في كتب الحديث. مع أن الرواية استدلت على هذا الضعيف، قال يجوز متابعة الإمام صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن متابعة الإمام واجبة، ومخالفة غير واجبة، إما تابعته ولا صليت في مسجد ثاني على ما تريد، أما أنك تخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر وكبر وإذا سجد فسجدوا. أفيدونا فيما هو المعتبر في الكفاءة في الزواج؟ هل هو العرف؟ هل العرف الدخل؟ الكفاءة بالدين، الكفاءة بالدين. قال بعضهم الكفاءة في النسب، قال بعضهم الكفاءة في المهنة، قال بعضهم الكفاءة في الغنى. الصحيح أن الكفاءة في الدين، لأن النبي قال: من أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. قال حديث حيث أن حديث الله أن في الصلاة الكسوف أن أعطى ركوعات وأربع ركوعات في صحيح مسلم صحيح، فكيف يتم الجمع بينها وبين أحاديث الركوعين؟ رضا هي كيف هذا؟ شوف ما أحسن بس ما قال كيف يجمع بينهم هذه تكسر أربع ركوعات، خمس ركوعات، ثلاث ركوعات. ثلاث ركوعات من عدد ركعاتها ما يزيد. ثلاث ركعات وأربع ركعات في صحيح مسلم صحيحة، فكيف يتم الجمع بينها وبين أحاديث كثيرة؟ ما يمكنش الجمع بينها، لأنها قصة واحدة، ولكن يرجع إلى الترجيح، فيرجح ما في البخاري ومسلم على ما في مسلم والسنن. هذا هو اللازم، ما بالجمع بينهم ابدا، لان القصور واحده. ما هو صحيح هذه الايام عندما يكون مطر ما بين المغرب والعشاء فيجمع صلاه المغرب والعشاء؟ ما هو صحيح الجمع بالانتظار كل ذلك في وقتها؟ التوقيت افضل والجمع رخصه. الجمع رخصة، الجمع رخصة. من يريد يصلي جمع خلق، ومن يشتي راعي راعي. هل يجوز أن يقول أحدنا لصاحبه رضي الله عن فلان أو صلى الله على فلان؟ لا مانع أن الإنسان يقول رضي الله عنه، أي أضرب من الله الرضا، ويقول صلى الله على فلان، يعني تعالى وغفر له، لأن الصلاة بمعنى الدعاء والاستغفار. لو حصل أن وقع زلزال أو إعصار أو نحو من الظواهر الكونية، فهل يصلى كما يصلى للكسوف قياسا؟ قال علماء الهادوية ومن وافقهم أنه يستحب صلاة الكسوف للزلازل والحوادث وغيرها، وقال آخرون لا يشرع لأن الأمر عدم المشروعية ولم يرد الله. وكان يقصد الرباعية ويصلي ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقصر في الصلاة، يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، فلا يصح. ذكر عليه تميمي مجمع الزوائد من حديث عائشة، وكان روى الفزان وفيه المغيرة بن زياد والاحتجاج به. قال أحمد: ضعيف الحديث له مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي.
قال أبو أحمد العاكم ليس بالمتي عنده. وروى الشافعي والتارمذي والبياجي عن عائشة قالت كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الصلاة وأذن. وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي وهو متروك. وأخرج الطارمذي من طريق أخرى عن عائشة في سعيد بن محمد بن سوق وهو مجهول. هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره يصوم ويفطر؟ نعم. الأحاديث وردت أنه كان يصوم وكان يفطر. في بعض الأحوال يكون الصيام أفضل وفي بعض الأحوال يكون الفطر أفضل، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرباعية أربعا في بعض الأحوال وركعة في بعض الأحوال؟ وفي عبارة أخرى، هل كان يقصر في بعض الأيام ولا يقصر في بعض الأيام؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنه لم يتم الرباعية أبدا. والأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في بعض الأحيان غير صحيح. والأحاديث الواردة في أن عائشة كانت تتم في بعض الأحوال لا تصح. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما ولا يتم بخلاف الصيام. في بعض الأحوال كان يصوم، في بعض الأحوال كان يفطر. وقد اختلف العلماء في قصر الإنسان الصلاة حينما يسافر، هل ذلك مشروع على جهة الوجوب أو على جهة الرخصة؟ أجمع العلماء على مشروعية القصر في السفر، ولكنهم اختلفوا هل القصر في السفر عبارة عن رخصة والتمام أفضل أو هو واجب؟ ذهب الإمام الهادي وذهب الإمام أبو حنيفة وذهب الإمام الشوكاني إلى أن القصر واجب، وأن من صلى الرباعية أربع في حال سفره مثل أن يصلي الرباعية في الحضر ست أو ثمان. عند الإمام الهادي وهو مذهب أبو حنيفة وهو الذي اختاره الشوكاني أن القصر في السفر واجب، وذهب الإمام زيد بن علي والإمام الشافعي ومن وافقهم إلى أن القصر رخصة والتمام أفضل، فمن صلاها ركعتين فقد حمل بالرخصة، ومن أكملها أربع فهو أفضل. هذا مذهب الإمام زيد بن علي وهو مذهب الإمام الشافعي. الراجح وما ذهب إليه أبو حنيفة والهادي والشوكاني، لأنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة قالت شرعت الصلاة مثنى مثنى فأقرت في السفر وأتمت في الحضر. الأصل والقصر، الأصل والقصر، وما دام الأصل والقصر فالمقصر، ولكن إذا كنا في الحضر فنتمها. هذا هو الذي رجع الشوكاني في جميع مؤلفاته.
هذه هي المسألة الأولى من المسائل التي اختلفت أفضال العلماء فيها وأصبحت من المسائل الكبرى أو من المعارك العلمية الكبرى. المسألة الثانية كما المسافة التي يكسر الإنسان فيها، قيل بريد وقيل فرسا وقيل مسافة يوم وقيل مسافة يوم وليلة وقيل 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 حتى ثلاثة أميال، وهو الذي يسمى الفرسا. والراجح أن القصر يكون في سفر إذا كان هذا السفر ثلاث قرون أو بريدا، إذا كان بريد والبريد ثلاث فراسخ والفرسخ والفرسخ ثلاث أميال. الصحيح أنه في ثلاثة الفراسخ، والثلاثة الفراسخ عبارة عن تسعة أميال. الثلاثة الفراسخ عبارة عن تسعة أميال، لأن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا سافر ثلاثة فراسخ، والثلاثة الفراسخ عند العرب سامية. هذا هو الصحيح، أن الإنسان لا يقصر إلا إذا كان يسافر ثلاثة فراسخ أي تسعة أميال فصاعدا، لكن لا تحسب الأميال أو الفراسخ أو البريد أو غيره إلا من عند خروج الإنسان من آخر بيت في المدينة، لأن المدن تتوسع. كانت صنعاء من عند باب اليمن إلى عند باب شعوب، ومن عند القصر إلى باب السبع، ثم أضيف إليها بئر العذب من أيام المنصور علي من قبل 200 سنة، ضم إلى صنعاء بئر العذب وأصبحت إلى عند القاع وإلى عند، ثم بعد منجل اليهود ضمت إليها قاعة اليهود. ومن يريد أن يحسب فلا يحسب إلا من باب اليمن، وفي أيام الأولين من عند السائلة صنعاء القديمة المذكورة في علم التاريخ هي من عند القصر إلى السائلة فقط، ومن أيام طغطغين بن أيوب في أول القرن السابع قبل 700 سنة حينما عمل السور على صنعاء زاد عليها إلى باب السبع، شارع الخرقان والطبري وسمره وقبة البهدي وبستان السلطان وباب السبع. هذا لا ضمت قبل 700 سنة إلى العاصمة، وفي أيام المنصور علي قبل 200 سنة في القرن الثالث عشر من الهجرة ضم إليها بئر العذب، ثم ضم إليها القاع اليهود، هذا ضمت أخيرا بعدما سال اليهود ضمت إلى العاصمة، ولا كانت قريب مستقلة في نفسه، تغلق الأبواب على اليهود من بعد المغرب إلى بعد المغرب، وحدها ما حد يمشي منها ولا حد يدخلها. ففي أيام الأولين يحسب الإنسان أنه يحسب الأميال في أيام قبل تغتكين بن أيوب من السائل والنهرين.
بعد مدة بعد 700 سنة يحصل، بعد 500 سنة يحسبها من عند باب السبعة، من عند القبة، من عند المالك. ثم بعد 200 سنة نحسبها في عجب داخل بها. كما أنه كان يحسب الإنسان الأميال في الجهة الجنوبية من باب اليمن، خارج باب اليمن كدوبر ما عاد أحد يحسبه ولا في حمار ولا فيه شيء. دائما تضاعفت العمار في هذه المدة وأصبحت إلى حزيا. فالذي يقصر لا يحسب الأميال إلا من باب حزيا. وفي هذا الجانب من الأدرجين أو من المضار أو من الحالبة تنجح البنيان يحسبها من هناك. هذه قاعدة، هذا ما يحسبها إلا بعد ما يخرجوا من آخر بناية في البلد. ولا يفطر الصائم أو يكسر الذي يكسر الصلاة إلا بعد أن يمضي ميل البلد. أيام الأولين يكسر أو يفطر حينما يخرج من باب اليمن ويصل إلى بئر عبيد. ومن عند بئر عبيد كالثالث يكسر ويأكل ويعمل ما يريد أن يفعل. فالحين زادت. فالصحيح أن القصر لا يكون إلا في السفر الذي هذا السفر عبارة عن 9 أميال وعبارة عن 3 فراسخ. هذا متفق على عرف الحديث، وهو الذي رجعه الشوكاني في سيل الكرار في القرار الرضي والقرار بهي وغيره. لكن المشكلة الآن كم طول النيل؟ لأن العرب ما كانوا يمسحون الطريق، يقولوا أميال 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 فقط. ولهذا إذا فتشتوا في كتب اللغة في القاموس أو في شروح الحديث يقولوا وقد اختلف العلماء في الميل كم هو، فقيل 1000 خطوة وقيل بحيث يرى الإنسان من كان مسافرا هل هو ماشي او واقف، هل هو اتي او خارج، وهل هو شخص امراه او رجل، وقيل وقيل وقيل. سيد سابق مؤلف كتاب فقه السنه قال ان الميل هو كيلتين الا ربع، لا ادري ما دليله. سيد سابق مؤلف السنة قال أن الميل هو كيلتين إلا ربع، والميل الثاني أن الميل كيلتين إلا ربع. وعلى هذا جرى حضرة وإذا هو 16 الكيلو إلا ربع. على كلام سيد سابق فالمسافة التي يشرع فيها القصر بعد ما يخرج الإنسان من حزيان 16 كيلو، لأنه كيلتين إلا ربع وهن كم؟ وهن 9. إذا كيلتين يبعن 18، وبعدها تبعدوا الربع الربع فيبقى 16. 16 كيلو إلا ربع. فعلى هذا فمن سيخرج من الحديدة إلى كيلو 16 هذا مدريك قد دخل في الحديدة عمالات كثير، زادت مثل ما زادت سرعة وإبن زادت وذبل زادت كلهم، ما بقيت من المدن الأصلية إلا مدينة زبيد لا تزال على ما هي عليه، وإلا فالمدن كلهم زادت. أنا أقرر بحسب الأدلة أن مسافة القصر من عند خروج الإنسان من آخر عماره مسافة عبارة عن 9 أميال أو 3 فراسخ. وقد عرفنا من كلام علماء اللغة أن الفرسخ 3
أمياء. لكن كما المين علماء اللغة يختلفوا فيه، فقال بعضهم أنه عبارة عن ألف خطوة، قال بعضهم بحيث يرى الإنسان الشيء ويعرف هل هو ساير أو واقف، وهل هو رجل أو امرأة. هذا يختلف باختلاف النظر، فمنهم من كان نظر طويل يستطيع يميز ويطلع على ناس الصوم معه ويقول لنا أنني أفسد كذا وكذا، وبعضهم نظر ضعيف ما يستطيع. هذا بيشتغل كتابة سبب الميل 1760 يارد. كم؟ 1760 يارد. 1760 يارد. يارد تمام. هذا عند التجار وعند المساعين عندنا. نشتين في الشرح حديث الدبي. هذا عند التجار اصطلاح، ولا عند علماء المساحة، عند علماء الجغرافيا، كذا كذا. أنا نشتي نفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابي. كان صلى الله عليه وسلم يقصر إذا سافر تسعة أمياء، يقول أنا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اصطلاح علماء التخطيط، علماء المساحة، علماء الجغرافيا، علماء كذا. أنا نشتي نفسر كلام أصحابي الذي بينقلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أي ترتب عليه نصلي ركعتين أو نصلي أربع، والذي أي ترتب عليه هل نفطر أو لا نصوم، من أين لنا؟ هذا اصطلاح لا بأس به، اصطلاح عند التجارة وعند المساحة أو عند كذا وكذا يردونا. لكن إحنا نريد أن نفسر، لأن العلماء قالوا إذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا نفسره إلا باللغة العربية أو بالأدلة الشرعية، ولا نفسر بالعرف، ما نفسر ألفاظ الصحابي أو ألفاظ النبي بالعرف، ولكن نفسره باللغة العربية أو نقول ما قال على اللغة. نرجع إلى أهل اللغة، جئنا وإذا أهل اللغة مختلفين، قيل كذا وقيل كذا وليس كذا. هذا خلاصة ما أقول لكم. أنا أعتقد أن مسافة القدر هي عبارة عن شعامية، لا وأعتقد أن الأمياء ثلاثة فرزخ، لكن أما أن الميل ألف خطوة أو كذا وكذا، هذا يحتاج إلى معرفة ما قال علماء اللغة. فتشوا في كتاب القابوس البحيري، أو فتشوا في إصحاح الجوهري، أو في كتاب نشوار بن سعيد الحميري، وابصروا ما قال جمهور على اللغة يفسر به كلام أنس بن مالك وغيره من الصحابة. لا يصح لنا أن نفسر كلام الصحابي إلا بما قاله أهل الاختصاص وهم أئمة اللغة العربية، صاحب الإصحاح وصاحب شمس العلوم وصاحب القاموس وغيره. أما أن نحن نفسره شيخا هذا اصطلاح للتجار، اصطلاح للمخططين، اصطلاح للبلدية وغير ذلك. العلماء في السعودية دائما يفتوا 80 كيلومتر، وقول السيد 16 يعني 16 إلى 80 كبير. وعلماء السعودية دائما يفتوا 80 كيلو. 80 كم كذا؟ 80 كيلو من هذا الطويل. أما علماء الظاهر وعلى رأسهم ابن حزم في المحلى، وكذلك الشوكاني في بعض رسائله، فقالوا ليس له حد، انما ما يسمى اسفر لغه رجعنا بنا فشنا ذلك. اسفر في اللغه العربيه وعند علماء اللغه العربيه هو الضرب بالارض، هو الضرب بالارض يعني الخروج من المدينه.
الشوكاني وابن حاتم يقولون انه ما بالتحديد ما يسمى سفر لغة، هكذا اجاب الشوكاني في بعض ابحاثه هكذا ما سميه، وقال ونقل ايضا عن ابن حاتم ما يسمى سفر لغة، فما ظل ما قال. هذا الذي قالوا انه 80 من صنعاء الى الطويلة 80 كيلو ما دل الذي طالعوها كراري المضي سيلة الله أن الأدلة تدل على أنه أن القصر يدور في ثلاث فراسخ. هذا ابن علم مذهب الحنبلي وهو مذهب الهادوية. مذهب الهادوية هو أن القصر لا يكون إلا في البريد، هذا والحنبلية لهم رأي أنه يكون في عدة بلاد، لكن الأدلة استقرت على ثلاث فراسخ وثلاث فراسخ سعى أبيض، لكن المشكل في البيت حينما قال المؤلفين في اللغة العربية قيل أنه الفتوى وقيل زي الذي استرناش للرجح فيه. هذا المسألة الثانية من المسائل التي يسموها من المسائل العلمية من المعارك العلمية التي لا يحوم حولها إلا الفحول من الرجال. المسألة الثالثة ما حكم الناس الذي يقيم في قرية أو في مدينة مدة، ما حكمه من صنعاء يخرج يتعرس في البلاد يوم أو يومين ويرجع إلى صنعاء، صاحب تعز يطلع إلى صنعاء إما لمراجعة أو لعرس أو لتنزع أو أي شيء، كم حد هذا الناس كم حد النسمة التي إذا جلس فيها لا يزال مسافرا ولا زال يكفر ولا زال يفطر، كم ما هي هذه المدة؟ هل يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام أو ستة أيام؟ الجواب أن الناس في أي بلد الذي سيسواصل سفره من صنعاء إلى تعز ومن تعز إلى عدن أو سيرجع من تعز إلى صنعاء وسينصب عدة أيام، هل يقصر في صلاته هذه المدة أو لا؟ الجواب أن هذا الناس ينقسم إلى قسمين، ناس عازم وناس متردد. العازم الذي بيقول شطرع إلى صنعاء وأتعرس مدة يومين وأرجع أو أبقى مدة خمسة أيام لأقضي بعض الأشياء ثم أرجع، هذا يسمى عازم، والثاني يسمى متردد مثل الذي يجي من صنعاء يراجع وبيتصور الله أنه يرجع في يوم أو يومين، ما قد دخلت الورقة إلا بعد يومين، ما دخلت البرف إلا بعد ثلاثة أيام، ما طبعوها إلا بعد كذا كذا إلى آخره، وهو بيتوهم أن ما أجلس إلا يومين ثلاث فيبقى أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين لو ما يتحصل على البراد الذي يريده، هذا يسمى متردد. المسألة الأولى العازم، وهي المسألة الثالثة من المسألة التي تكلمنا فيها، والمسألة الثانية مسألة المتردد. هذه المسألة المتردد ستأتي في الدرس الثاني، ونحن الآن
في من كان عازما. نقول من كان عازم على 4 أيام يبقى في صنعاء، أو 3 أيام أو يومين أو يوم واحد فيبقى يقصر. ومن كان عازما على مضي على أن يبقى 5 أيام أو 6 أيام أو زيادة على ذلك فإنه يتم من أول يوم. كما تجلس كان 5 أيام من يوم الخميس إلى يوم الربع أو لا يوم الاثنين أو الثلاثة، 5 أيام. قلنا ابقى لا تم، وهذا كما تبقى كان 4 أيام، الأحد والاثنين والثلاث والربع. نقول له اقصر. ما هو الفرق ما بين 4 أيام والخمسة أيام؟ الفرق ما بينهما أن من كان ناسما فالظاهر أنه مرتاح، لا عد يسافر ولا شيء، جالس في فندقه أو سمسرته أو لكندته أو أي محل مرتاح معه، الظاهر أنه يكفي أنه يتم. ولهذا الظاهر أنه يكسر أنه يتم. لكن لما رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وصل يوم 4 من ذي الحجة، فجلس 4 و5 و6 و7 4 أيام وهو بيكسر الصلاة، وهو عازم حتما أنه سيبقى في مكة 4 أيام وبقي يكسر الصلاة، لأن في اليوم الخامس سيطلع إلى يوم التروية إلى منى، ثم يوم التاسع إلى عرفة، ثم ليلة العيد إلى مزدلفة. وبناء عليه فقلنا كل من ناسما يجب عليه أن يتم الصلاة، لأنه أصبح مواطن ساكن مرتاح. لكن من كان سيعزم على البقاء 4 أيام فقط أو أقل منه نقول له